تخافش احنا معاك ابا بغينا المغاربة المسلمين توقفوا معانا وشاد يا ورقة في الممشى مم... في الممشى يقول لهم هذيك لم انا راني لم سطيعش شاد لي من راسي هو مرتو كل ما مرت ولدي قال اللي عاد منه انا بغيت ندوي على خويا المحامي واخا ما انني نقول خويا حيت هاد كلمه خويا بزاف عليه بسبب هاد الظلم وهاد العنف والتحقير اللي شفناه منه ومن مرته تعدى علينا وتكرفس علينا لواحد الدرجه ما كتصورش تجاوز حدوده لواحد الدرجه ما كتصورش انا كانت عندي بنتي مرضت ليا في 2014 مرضت ليا بالسرطان في الدم وكنتو عارفين هاد المرض وعارفين المعاناة ديالو وعارفين كل شي ونعس بها في بنو رشد مدة عام وثمان شهر نهار اللي عرفت بنتي مريضة اتصلت بي وقلت لي عافاك اخويا انا راه بنتي مرضت ليا وبغيت مرة مرة فاش ما يكونش عندها الدواء ودي الحصاص ديالها بغيت نبدا نجي للدار أعطاني شي بيت نجي انا وبنتي ليه ونبركو فيه ما بغاش هاد الدار اللي دار با ماشي داره وحاجر عليها سطبة وصيفطو فين هو اصلا سبب الاختفاء ديالو امي دايلا شهادة طبية بانها مسطية وبغتها هي يا يصيفطها على با باش هو ياخد الدار هادشي كله دابا اللي طاري لينا طامع بالضرب باش ياخده هو ومراته اللي هي سبب المشاكل عند 90% ولا 95% هي سبب المشاكل مني دخلت هاد السيده لحياتنا وحنا في العذاب وحنا في المعاناه صله الرحم ما بقيناش كنديروها مع امنا امي كتمرض ما كنمشوش للدار ممنوع علينا من عن بيت حتى نمشيو للدار الا مشينا للدار غيقدر يوقع شي مشكل كيقولوا كي لي ليش جيتو للدار هو ومراته راه غنصيفطكم الحبس غندير لكم شي مصيبه وغنصيفطكم الحبس وحنا عيالات لا حول ولا قوه لنا ما نقدروش على هذه المشاكل بوليداتنا وبديورنا وبرجالتنا ديرنا شمكارات كنت دي كنتعطاو المخدرات دايرنا ما عرفتش شنو كنديروا وحنا مجوجين برجال محترمين كلهم موظفين كلهم في المستوى هو اللي جاب لنا هاد المرة اللي دول المستوى اللي واخا نوصفها ما عرفت كيفاش نوصفها ما نقدر نوصفها كما هي المهم دار هاد الشيء امي بقات معاه في الدار هي واحد اختي الصغيره اللي دارت الفيديو بقاو في الدار كيتكرفصوا عليهم كيتعداو عليهم كيتكرفصوا عليهم العنف الهضره المعيار السبان دائما 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 لمده المد... 10 سنين مني خرج با من الدار دازت واحد 8 شهور دخل هو الدار خداها استولى عليها ولا كيعنف امي حنا منعنا من الدار ما نجيوش اللي جات كتاكل العصا اللي جات كتاكل العصا با اختفى حنا ما كناش حتى حد ما كان في الدار امي كانت عندي ضيفه عندي في ازمور انا كان... انا من مدينه ازمور كانت ضيفه عندي أخواتي كل وحده بمحالها واحد المره دهزو هزو 36 قال لهم هذا با ب... اصلا كان مريض عادي ك... كاي واحد مريض جاك اكتئاب مريض نفسانيا كياخد دواء ما, ما كاين حاجه مني داه ل 36 ما قبلوش في 36 قالت لي الطبيبه هذا عنده العقل حسن منك تايه داز 48 ساعه با اختفى اليوم هذا ما عرفناش وحنا اللي بنات دابا مده عشر سنوات وحنا اللي عيالات ما خليناش فين في قلبنا عليه درنا في برنامج مختفي مختفون قلبنا عليه درنا في في في, هاد شي ديال روك المتغيبين ها هو لا الله يخليك لا لا ما شد لي عليها او درنا في ركن ها هو الاب ديالي درنا في ركن المتغيبين والو ما لقيناش ومع العلم انه هو عمره ما دار شي محاوله باش يبحث عليه هو كيستغل كي النفوذ ديالو والفلوس ديالو المعارف ديالو غضضنا ماشي باش يقلب على باه كي استغل ضدنا باغي يدينا الحبس وباغي يشوه بينا وباغي ما عرفتش اشنو يدير لينا مرتو كتقول لي انا عندي الفلوس في البنك انا مني كنت هذيك الساعه لقيتها اللي كانت مريضه لي فيها بنتي وجيت للدار قالت لي انا عندي فلوسي غنحط عليك فلوسي باش عمرك ما توصلي لها الدار وربي شاهد عليا انني هاد الهضره كنقولها من قلبي ما كنزيد ما كنقص وبنتي مني مرضت ليا دابا توفات دابا مشات عند الله انا ما لقيت لي وقف بجنبي تعبت وقسم من بالله وربي شاهد عليا اقسم لكم يمينا تعيت عليه اتصلت بي قلت له خويا خليني نجي نبرك في دار ربا مني تكون بنتي ما عندهاش الدواء بنتي مريضه كان عندي امل انها أوقف معايا وقفوا معايا غير الناس برانيين الله يكثر خيرهم المحسنين وقفت معايا الدكتوره مدام المعاني البروفيسوره الكبيره الله يكثر خيرها وقفوا معايا الناس اللي عمرني ما عرفتهم ولقيت فيهم الخير وخويا اللي من دمي ولحمي ما وقفش معايا وقال لي لا جات بنتك غتعادي ليا ولادي بنتي كان عمرها ربع سنين ونص قال لي غتعادي لي ولادي وانتم عارفين هذا المرض والمعاناه ديال هذا المرض انا بنتي بقى الان عمرني ما نسيتها باقا كتقطع لي في قلبي وما عمرني ما نسيت الكلمه اللي قال لي يا غتعادي يا ولادي وقال لي الى ما تترى ما تحسن منا وربي شاهد عليا انا ما عندي حتى هدف من هذا الشيء اللي كنقول فيه كنقول الصراحه وكنقول الواقع وبنتي هي دابا مشات عند الله مشات للجنه كنحمد ربي وشكر ربي عطاها هاد الابتلاء عطاها المرض عطاها ابتلاء من عند الله وهو يشمت فيا وانا دعيت الله ياخذ فيه الحق دعيت الله انا ما سمح لي للدنيا لا دنيا لا اخره اكثر من هذا الشي كله انا كنت في السبيطار ديك الساعه وهزيت بنت ركبت بنتي في ظهري ومشيت قلت مني هو دار معايا بحال بغيت غير شي حد ينصفني وانا يا حيلتي للمرض ما لبنتي ما حيلتي للحصاص ما مشيت للنقابه خرج الكاتبه خرج عندي ما دخلنيش البيرو خرجني غير برا حدا الكاتبه دوا معايا نائب النقيب انا الاخ ديالي محامي عندكم بهيئه الدار البيضاء عاودت ليه قلت لي هاكين وهاكين وهاكين راه دارنا اللي ماشي هي دارو دار ودار. الاب ديالي راه هاكين وهاكين وبنتي مريضه وانايا كاينه في المستشفى وبغيت غير فين نجي غير في نرتاح رانا انا قلت ليه واقف حداك دابا هذه اللي كتشوف فيا انا خمس خمس شهور ما مشيت الحمام خمس شهور بغيت نمشي لدارنا غير فين نبرك غير فين نعوم وانا مدينه بعيده وبنتي مني كدير الحصص مني بنتي كدير الحصه خاصها تجي فين ترتاح ما تبقاش شاده الطريق تصور جايه في الطريق جايباها في الطاكسيات وهي مسكينه كترد وانا ما حيلتش هي كترد وعرفت الطاكسيات كي اللي غيتساعد معاك كي اللي ما غيتساعدش معاك لا خصني نجي لدارنا نبرك فيها ما بغاش نسكن غير في هذيك الفتره اللي كنت انا محتاجه في اشد الحاجه انني نبرك استقبلني نائب خرج عندي قلت لي هاكين وهاكين وهاكين وكاين عاودت لي بلا ما نبقى نكرر الهضره قال لي ما عندي ما ندير لك اللي سبق سكن وانا دعيت الله هذاك الناقيب قال لي هاد الكلمه نائب الناقيب قال لي اللي سبق سكن هو سبق سكن انا قال لي ما عندي ما ندير لك ومن وصلنا للمحكمه وصلنا عند الوكيل درت دع دعوه وصلنا عند الوكيل شهد ضدي وقال لهم جات دارت البلباله ودارت الفوضى، وأنا ربي شاهد عليا لدارة الفوضى بغيت لي هذاك المرض اللي ماتت به بنتي. الله يعطيني هذاك المرض، وأنا بالخصوص هذاك نائب الناقب دعيت الله، حيت كنت في حالة واحد الحالة يورثا لها، واحد الحالة اللي أي واحد نبقى فيه وما بقيتش فيه، ما بقيتش فيه نهائيا، ما فيش ذرة ديال الإنسانية. خرجت في واحد الحالة ما فيها ما يتشاف. خرج في واحد الحاله مركبة بنتي مريضه وما معاي معايا وما ساعدنيش وما نصفنيش يقول لي ما يبردني بها والو صافي جيت من ورا درت شكايه هاي شكايه ها شكايه درت النائب الناقب النقابه هاد هاد الشكايه ضمصت بحال اللي عمرها ما كانت لا جواب لا حتى شي حاجه كنمشيو للدار الحمراء كنمشيو ل... 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 نديرو شكايات الوكيل العام المحكمه ل... السيناف ما خلينا فين درنا الشكايات بحال اللي كنكبوا الماء في الرمله انا وليت كنقول لهم هذا محامي فوق القانون هذا محامي فوق القانون انا وليت انا وليت كنقول لهم انا دعيت الله ربي اللي غياخذ فيه الحق حط الله احسن من اي واحد إذا كان هوايا عنده النفوذ وعنده الفلوس إحنا عندنا الله 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 عدي الله انا سبحانه وتعالى وحلت امر الله واي واحد ظلمني واي واحد مشي طرقت بابه وسدوا علي في وجهي وانا في اشد الحاجه لي ومنصفني وما وقفش معايا انا دعيت الله وحده احد هو اللي كنستنجد به هو اللي كنصلي وكنرفع كفوفي للسماء وكما كما كما شمت فيا كما شفت فيا وشمت في بنتي بهداك المرض عاجلا ولا اجلا ربي غيعطي نفس المرض وغيعاني منه حتى دي الدعوه اللي كندعي عليه ديما كنقول يا ربي تبت بهذا المرض باش يجربه ويجرب السبيطار ويجرب المرض ويجرب السبيطار ويعرف بحقه امي دابا مسكينه راه صافي عيات حنا ما إحنا حنا ما حنا ما حنا ما جينا عندكم وما وصلنا لهذا الشيء اللي وصلنا ليه دابا صافي عيينا صافي مبقاش عد عندنا شي واحد اللي غنتيقوا فيه ونقولوا حق راه كاين راه كاين هذا هذه البلاصه غنديروا فيها شي كاي ولا كاين هذه البلاصه غنمشيو لها غادي يعطونا وقت ولا حيت هو محامي دائما كيجيو منه دائما كيجيو منه وكيصدق هو, هو هو حنا اللي ظالمين هو اللي مظلوم ومرته تكرفست على مي وتكرفست علينا وما كمل من... ما قلتش ليكم واحد النقطه مهمه انا النهار واحد المره زغبني الله وهي فيها اللي ما بقيتش غنمشي للدار اللي دابا انا مده خمس سنين ما عمرني ما وصلت لعند امي يعني ما كاينة لا صله رحم نمشيو عند امي لدار بوانا ونتجمعو معاها في مناسبه ولا نتجمعو معاها في انها مريضه نمشيو نطلو عليها ولا ما كاينش اخر مره مشيت مشيت انا والمرحومه بنتي فاطمه الزهراء مسكينه الله يرحمها مشيت انا ويا عيطت عيطت وكن لامي وكنبكي قلت لها امي انا عييت وهذه قالت لي بنيتي جي وجي وخرجي بنتك من السبيطار تبدي الجو ديال السبيطار مني جيت عندها اقسم لك يمينا ما عرفتوش شنو دار ليا جاب لي الشمكار ضرب يدي مقرقه ما تلقيت حدايا ما عرفتش كيفاش جالسه مع امي ومع أقتي. تلقيت هذيك الشمكار حدايا الجنويه قال لي الا بقيتي تجي ما تقولوش هديك تبالغ اقسم لكم يمين انت هدي الحقيقه هذه الحق كوكات بنتي الصغيره مازال في الحياه كوكات بنتي مازال في الحياه هي غتعاود لكم هادشي وغتقولوا لكم بنتي ملي شافت الجلوه وشافت الكيسان كيتشيرو وشافت المعيار الزبان مرضت لي تاني نفسانيا وتبعت لي على الطبيب عطيني الورقه ديال الطبيبه النفسانيه اللي كنت متبعه عندها ها آه في بنو رشد وقفوا معايا الناس وكانوا وقفوا عند حدو ها انتم ها هي الشيكا هي الشهاده الطبيه ديك البنتي مرضت لي نفسانيا بعد داكشي اللي شافته ولي وزيت بنتي قلت لهم صافي عمرني ما بقنجي نجي للدار حلوا لي الباب قنين نخرج وفعلا مني خرجت هذيك الدار عمرني ما رجعت ليها حيت بنتي مسكينه تكرفصات فيها ما عاش ليها وما قالش هاد البنت مسكينه مريضه حتى الخلعه اللي تخلعت هي اللي زادت لها على المرض هادشي اللي قالت لي البروفيسوره قالت لي الدول اللي درنا لها والحصص اللي درنا لها بحال اللي خوينا الماء في الرمله هاد الخلعه زادت علي عليها ومالين هاد المرض ما خصهمش يتخلعوا ما بالك واحد جايب بجنوية وكيقول لنا غنفصلكم غنقردكم في المحكمة لابس الكوستيم وكيتعانقار وهز كتافو للسما وراكب في الفواتير ديالو وغادي داخل المحكمة وكي رأ... ك... ك... المظهر المظهر حتى حتى خدمته باغا هذاك المظهر وكيس... والناس بزاف الناس اللي غالطين فيك يقولوا هذا السيد راه في المستوى راه محامي في المستوى ولكن ما وراء الستار الوجه الاخر الوجه الاخر هو الشمكار الا شفتو كيفاش كيدوي مع مو شمكار صافي شمكار بمعنى الكلمه المعيار والسبان والضرب والتعنيف وخرجي من الدار وما منقول كي تعامل ما نقولش ليه كيفاش كيتعامل معاه هو ومرته ومؤخرا فاش ضربها نهار الحد اتصلوا بيا الو الو راه مكو مرا تكرفس اتصلوا بيا ماشي خواتاتي ولا اتصلوا بيا الجيران اتصلوا بيا الو راه مكرفسه مرميه رم في الارض راه في الزنقه اجي شوفيها راه مضروبه في راسها ونات والزرقيه هنايا وضاربينها الوالده راه الطبيبه دايره لها شهاده طبيه وكل شيء المهم مني عيطوا ليا مني عي... مني عيطوا ليا قالوا لي راه مكو مكرفسه شكون اللي د... شكون اللي ضربها ما شكون ضربها مرت خوك وخوك شادها وكيقول لها ضربي الكلبه ضربي الكلبة راه ما عندها ما تصور راه مرا منك ليها راه مرا منك ليها راه ما عندها ما تصور غير ضربيها تكرفصوا عليها هي واحد مرت خويا صغير حتى هي ضربوها وحتى هي تكرفصوا عليها اتصلوا بيا عيطوا لي قالوا عليها راه المحامي خوك واخا انا ما كتعجبنيش هاد كلمه خويا بزاف كنخرجها من فمي راه تكرفص عليها وتكرفص على مو اي واحد في الاسلام ولا ما غيقدرش يبغي امو تكرفس قدامه وهذيك راه امي اللي تعذبت عليا وتكرفصت عليا وعزتني وش... تاع شهر في كرشها وتمحنت عليا ما غنبغيش شي حد يضربها كون انا في هذيك اللحظه ما نكذبش عليك معرفتش عرفتش شنو غيوقع هما حقروا عليها القوات اختي هذيك اللي ساكنه معاها مكانش كانت غا هي ومرت خويا هي مسكنه في السطح عندنا حنايا الدار على طرواز طروا ايطاج من غير مجازة هو شاد المكازه داير فيها طوموبيلتو طوموبيلت مراتو وشاد الدوزيام ال... 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 ايطاج وشاد السطح خر يعني كاين الدار فيها السطح وفيها السطح هو عطى واحد السطيح واحد السكنه بسيطه هو شاد شاد سط... قلت شاد الدار كامله وصافي عطى بيت في السطح هو اش باغي باغي دابا هو علاش هادشي وبغي هو باغي يستولى على الدار باغي الدار مراتو كتقول لك انا انا باكم ما بقاش ما أم... أم... منه كيقول مات صافي هذاك ما كاينش معدو وجود حنا عندنا امل ان با راه عايش وشي نهار غيجي هما نافينها كيقول لك شي... شي... صافي مات والدار كتقول لهم دابا مؤخرا شادة كلمة وحدة أنا غنطلع لها أوراق جداد إلا إيه كان باغي يطلع لها أوراق جداد ويدير شي تزوير ولا يدير شي حاجة راه كلشي غيرجع ليه على ظهره كون على يقين كتي لا غتسمعني كون على يقين لا درتي شي تزوير ولا درتي شي حاجة راه كلشي غيرجع لك على ظهرك وغنبقى تابع مرتك حتى 90% و 95% ديال هاد دي المشاكل سبابه هي هي اللي قالتها لي خصو يديرها قالت لي موت موت قالت لي ضرب امك ضرب امك ما يقدرش مغلوب على امره مغلوب على امره لواحد الدرجه ما كتصورش ما عندوش شخصيه معاها الله يعطيكم ها هالاب ديالي مازال غندير صورته كبيره واللوحه في اليوتيوب ها هو الاب ديالي اختفى دابا مده 10 سنين لا شافوا شي واحد ولا شي حاجه وتومي محمد درنا في برنامج مختفون ها هو نداء ما خلينا فين درناه بالك تي كتشوفنا ولا شي واحد قال لك علينا ولا هذا الله يعطيك صحيحتك ابا ماجي راه صافي راه علينا راه محتاجينك حس مني كنتي تاية كانت عندنا قيمه حس مني كنتي نتا كنتي اعتبار حس مني كنتي نتا كنت كنقول انا غادا لدار وقلت غير وانا فرحانه كنجمع حوايجي وبالي وكنجيب نجيب وليداتي وكنجي عندك وكنقول غني انا هذا لدار با انا تحرمت من كلمه با وتحرمت من دارنا نمشي نتم فرحه با ونبرك مع مي هي اللي بقات في الحياه عافاك با تبقي انت باقي حايله ماجي جي بيع دارك بيع دارك وخد برط مسكون فيها وخلي فلوسك عيش بيهم تتموت عافاك با لا ما باغينش الدار طامعين فيها <applause> رحنا حنا تقهرنا غير بالظلم حنا ما بغيناش الدار حنا بمحالاتنا وبرجالتنا ورجالتنا كلهم خدامين بخير وعلى خير حنا بغينا كتاية. بغينا كتاية. بغينا نشوفوك ابا بغيناك بغيناك انت حنا درناك مختافون. كون كنتي متي غنعرفوك راك متي عارفينك احساس انك مازال على قيد الحياه عفاك ابا لكن انت بان بان راه المحامي تكرفص علينا المحامي اللي ربيتي وكبرتيه وكنتي مفضلوا علينا حنا كاملين راه علينا المحامي اللي كنتي الحاجة العزيزة عليك كتعطيها لي والمخيرة كيلبسها والمخيرك والمخيرة وكنتي مفتخر به راه كرفصنا وعذبنا في حياتنا كما كرفصك وداك 30 36 وبسي لي رجلي قلتي لي يا وليدي ما دينيش وداك وبكيتي قلتي لي يا ولدي ما دينيش وداك بزز منك وقلتي لي دير فيا ما بغيتي وما دينيش اول ديال 36 وداك بزز منك داك داك وهانك داكو هانك ومن مرد كرامتك الارض قلتي لي انا ما مسطيش ولدي راني راه مريض نفسانيا ومكتئب صافي خليني ولدي في محالي وخفتي من هاديك الساعه 48 ساعه خرج يا وخفتي خفتي منه ابا غاجي ما تخافش حنا معاك ابا والمغرب كله معاك والعالم كله معاك كل شيء واقف معاك ابا غير جي غير جي ما تخاف من تشي شي حاجه حتى حاجه ما تخاف منها معاك راه ما يديك لا 36 لا والو غاجي راه تمي دار لها ورقه بانها مسطيه وبغى يحجر عليها حتى هي يا تمي دارها مسطيه ورقه مسكينه بلا ما تعرف خربق عليها وقال لها تا سيني هذه الورقه هي ما قارياش وقال وفما مشينا كنقولوا علاش ما كي ما كي واش كاينين هما راه كيعطيهم ورقه غم 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 من تحتيها كيعطيهم كيقول لهم ها انتم راه مي راه مسكينه مريضه في راسها هي مسيني على ورقه بانها مريضه راه كانت نعس في السبيطار وراه مريضه صافي كيرجع كل شيء على ظهر امي هي مسطيه وحنايا شمكارات وكنتقرقبوا ولكن حنا شمكارات ها حنا كتشوفوا فينا الا كنا شمكارات وكنتقرقبوا حنا كتشوفوا فينا دابا با عافاك با لا ماجيره حاجه ما تخاف منها انا عارفك بانك خايف منه عارفك بانك خايف منه عارفك وانت كنتي كتقول لينا اوراق انت مخبي كتقول لينا ها اوراق الدار الا طاحوا في يديه الدار غياخذها ها هو خدا الدار بلا وراق وقال لك غيجدد لها اوراق اوراق اخرين وغيدير 12 شاهد غيمشي يشري 12 شاهد وي ويشاهدوا ويبدل لها الاوراق وياخذها وهاد الهضره اللي حنا كنسمعوها قال لك قا غيبيعها ويمشي لفرنسا وما بقاش باغي يمتهن هاد المهنه عنده زايد ناقص ما بقاش المهنه معمره ليه راسو عنده زايد ناقص ويمشي قالك لك لفرنسا تما فين غيعيش بخير هادشي اللي كيخطط ليه ودابا با عافاك لا ماشي عافاك حتى حاجه ما تضرك حتى حاجه ما توصلك حنا معاك وكلشي الناس معاك